طب قولي بقى موضة السنة دي كده في الميك اب، يعني كل سنة كده تطلعوا لنا مرة الحواجب رفيعة ومرة الحواجب تخينة واحنا نتجه نجري كده هو نجري فعلا وراكم. دلوقتي قولي لي ايه الجديد؟ لسه يعني بالنسبة مثلا للحواجب زي ما انتي ما قلتي يا نورهان، الحواجب كانت مؤخرا كانت عريضة، دلوقتي ابتدت ترجع تاني رفيعة شوية، بس لسه احنا واقفين في الوسط، يعني عارفة اللي هو مش العريضة معناها ان هي ادمت وخلاص انتهت ما نعملهاش، تمام. لا حسب ما ملامحك برضو محتاجة او العميل عايز ايه بيحب ايه. في ناس ما تحبش خالص العريض، تبقى حواجبها فعلا رفيعة وعندها الجبهة عريضة ومساحة العين كبيرة، يعني لو عرضت هيديها شكل أحسن. تقول لك لا خالص أنا ما بحبش، أنا عايزة حواجبي رفيعة زي ما وانتوا هي. بقى بتعرفوا تعملوا ده وده. طب عايز اسالك طبعا سؤال بقى، صح يعني بالنسبه للحواجب، في ناس تحب تستخدم القلم، في ناس تقول لك لا انا استخدم الباودر بودره احسن، ايه يعني بيثبت اكتر او انت ايه شايفه من وجهه نظرك ان هو احسن؟ بصي الباودر بتبقى مظهرها طبيعي جدا حقيقي عكس مثلا الجل هو اللي بيبقى تقيل وبيبقى ظاهر قوي وفيك شويه. القلم استخدامه بيبقى حلو في حاجه معينه، ان لو العميله شعرها شعر الحواجب خفيف قوي مفيش شعر وهي هتتخن على الجلد، فما يبقاش باين فرق بين البودر اللي رسمتها على الشعر والبودر اللي رسمتها على الجلد، فهتضطر تستخدم القلم عشان ترسم بيه شعر وهمي اللي هو الهير باي هير، ترسم الشعر الوهمي ده على الجلد اللي هي حلو تحتيه فيه باودر، صح، فيدي ايحاء ان ده شعرها ودي حواجبها مش وفعلا بيبان رسم. طبيعي، جدا ده حقيقي فعلا. جدا. طب عايزه بقى اسالك سؤال، دايما كده معظم البنات يقول لك انا عايزه ابدا رسمه الحاجب مثلا من هنا ولا اجلها شويه قدام، وناس تقول لك ما تقليش من قدام، لو تقلتي من قدام لا ده غلط، عايزين الشعر يبقى خفيف قدام. في ناس بقى ثالثه خالص بقى وانا تقلي منهم كله عايزه اتجه ليهم، تقول لك ايه لا الحواجب القصيره احلى، ونقولي لا مامتي ما ثبت لا الحاجة الطويله احلى، انت عارفه بقى الامهات الحاجة الطويله احلى. انت رايك ايه او ايه الشكل السليم في وجهه نظرك؟ بصي الشكل السليم هو بيبقى لازم ان احنا ناخد بالنا من مساحه الانف من هنا، يعني مساحه الانف لو عريضه بنبدا الحاجب من عند العظمه بتاعتها، تمام، ما ينفعش ان انا ادخل عنها او اخرج عنها، ان انا اوسع المسافه او اضيقها ده بيخلي شكل الملامح مختلف تماما، فده بيختلف حسب مساحه الانف عندي وعظمتها هي اللي بتحدد لي. نفس الموضوع اخر الحاجب عند مساحه الانف ماشيه معايا هنا، يعني مش بيبقى كده وخلاص، بتختلف من شخص لاخر طبعا بالمواصفات اللي انت في بتقوليها. مثلا عين تبقى صغيره والحاجب اوريدي بتاعها بيطلع فعلا طويل قوي، هي بتبقى سايباه، هي فكرتها دي حواجبي، لا طب ما هو انت وشك صغير بس الحاجب مساحته كبيره قوي، فباين ان في حاجه مش مظبوطه في صح، ملامح البشره، فبنبقى عايزين شويه كده يقصر. صح، في العكس عين كبيره قوي والحاجب نمو الشعر بتاعه بيقف في منتصف مثلا العين حقيقي والمنطقه التانية قوي يحصل لها جرح مثلا وهي صغيره مكان الخياطه ما بيطلعش فيه شعر، فالحاجب بيبقى قصير، هي بتبقى خلاص اخدت على كده ان الحاجب يقف عند هنا، طب ما في مساحه لازم تتاخد، لازم بنكملها احنا بقى، مقاييس صح، معينه دي ما فيهاش تغيير، بس هما بيبقوا تعودوا بتبقى حابه كده واخدت على شكلها كده، فتيجي تعمله تحس بتغيير، طب هل يا ترى انا هيعجب الناس، طب ده كويس طب ده وحش، صح، فبتبقى متردده شويه. وبيغلبوكي بقى، يعني مثلا العرايس مثلا لما عروسه بتجيلك ايه الغلطه اللي هي ممكن تقع فيها تخليكي انت مش عارفه تحط لها ميك اب؟ بصي لو عملت حنه حواجب، تمام، لو عملت تاتو قبل الفرح على طول بتاع الحواجب ويبقى جاي بقى عامل قشره، لو عملت اللاشز اللي هي الدايمه وان باي وان بتضايقك؟ جدا. في ناس تقول لك لا انا عايزه اكمل بيها بقى شهر العسل، انت هتفضلي تحطولي وتشيلولي انا عايزه اكمل، ايوه عشان الواحده لوحده متهيألي بتاخد مده بتقعد 3 اسابيع، بالظبط، فالناس هي بتفتح بتستسلم، العين فاهمه؟ وبيبقى شكلها حلو طبيعي، بس هم بيحطوها تبان ان هي طبيعيه انها حقيقي رموشه، دي بتبقى مع الفول ميك اب ما بتبقاش ظاهره خالص، بتختفي وسط حتى الميك لو اب، تقلتوها بحاجه. ما هي عشان انا حافظ لها عليها، المفروض ان انا ما احطش عليها ماسكرا او اي حاجه، ما نحطش عليها حاجه، فانا هحافظ لك عليها ازاي وفي نفس الوقت اتقلها لك. غير كده الكونسيلر الباودر لما بنيجي نحطه غصب عننا هيجي عليها، صح، فبيخلي شكلها مش نظيف، يعني هي بعد كده حتى لما تيجي تمسح الميك اب ده هتضطر تدعك، الميك اب مش هيتشال هتطلع بسهوله، برضو منها في الاخر، هتطلع ويبقى صح شكلها مش نظيف، واحنا حقيقي، هنضطر نحط عليها، خصوصا لو هي مش عاملاها في مكان بروفيشنال، فممكن بيبقى كاسر العين، بيبقى عامل حاجات مش مناسبه، لان كل رسمه عين ليها برضو شكل، كل شكل ميك اب ليه لاشز معينه طبعا بتفرق، مش نفس طول المقاس ولا معين الشكل، وشكل معين على حسب العين. بالظبط.